عاشت الجزائر حرة مستقلة منتصرة، عاشت شامخة شموخة جبالها ورجالها. فضلا منكم أيضا مرة أخرى الوقوف لقراءة الفاتحة على شهدائنا الأبرار، على المجاهدين اللي توفوا أيضا بعد الاستقلال. كانت أيضا وفاة والد والي ولاية الشعبي الولاية المحترم، وإلى أعضاء اللجنة الأمنية الأفاضل، نواب البرلمان بغرفتيه، السادة رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات الجهاز التنفيذي. قلت البارح في لقائي مع الصحافة، ربي سبحانه وتعالى أمر بعدما تعب سيدنا داود عليه السلام للتسبيح بالمزمار، كان يسبح بالمزمار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 عندنا افتتاح اليوم الإعلامي تحضير الدورة العالمية الثالثة 2024 للجيش الشعبي الولائي، ويتضمن جدول أعمال يعني المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2025، كذلك الموافقة على مشروع مخطط حماية الموقع الأثري سيفاكس المرحلة الأخيرة. يعني كرنا تجوزنا المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأخيرة نفوتها المصادقة. كذلك تقرير حول النفايات الاستشفائية والنظافة بالمستشفيات. كذلك تقييم موسم الاستياف في 2024، وكذلك دراسة مدى تنفيذ التوصيات. وفي الأخير كما جرت العادة عندنا المتفرقات. هذا واش عندنا إن شاء الله، والدورة إن شاء الله تكون عندنا يوم 19 نوفمبر 2024 في قاعة المدورة الجيش الشعبي الولائي. وشكرا. كريم خيرهم لخير سلف، وأمننا الوطني بإشكاليه مدنيين وعسكريين. نعم، وبارك للجزائر في جيشها الوطني الشعبي سليل، وجيش التحرير الوطني العمود الفقري لحماية الجمهورية من أهل الجبناء والخونة، وحماية حدودها من أحدى من أقصاه إلى أقصاه. واجعل يا الله هذا الجيش شرف والتزام ومستقبل لكل من تسوله نفسه، كان من قريب او من بعيد، جيشنا في المرصاد وفي الميدان. تحيا الجزائر، المجد والخلود على الابرار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.